اتعلمت ان اللي اتكسر ما بيتصلحش، اللي اتكسر بيترمي. حي على الصلاة، حي على الفلاح. يعني الفلاح مرتبط بالصلاة، فلاح الدنيا وفلاح الآخر. فعايزة تبقي فالحة صلي، وعايزة لما تطلعي فوق تبقي كويسة صلي، عشان الفلاح والصلاة كده. لازم نبطل ندلق عليهم. احنا بنبتدي العلاقة بصباح الخير يا حبيبي، فطرت؟ مساء الخير يا عينيا، اتغديت؟ مساء العسل يا قلبي، اتعشيت؟ خدت الفاكهة، خدت السناك في النص؟ ليه يا ماما؟ هو بقاله 27 سنة عايش من غيرك حبيبتي. ساعات في رجالة بتتكسف تقولك امشي، في ساعات رجالة تفضل انها تكمل علاقة وتشوف، يعني يا رب بقى تيجي منها، بدل ما هو اللي يقولك ان هو مش عايزك. رجالة متربية، فبالتالي بالسنس كده، بالسنس، ها؟ خلي عندك ايه؟ سنس. لما تلاقي المعاملة مش مظبوطة وما فيهاش احترام واهتمام، سيبيه سيبيه، لان هو بتصرفاته مش بكلامه بيقولك ان هو مش عايزك. ما تستعجلوش الاجابات، عشان الاجابات موجودة. خليكوا بس واثقين انه اي حاجة بتخرج من سيناريو حياتك بيبقى بيتحضر لها في الكواليس حاجة أحلى منها، حاجة أحسن منها. ليه؟ علشان ربك اللي خلقك بيحبك، فلما هياخد من حياتك حد هو مش عايز يضرك. Don't be too available. ده أساساً المطلقة دي ميتة عليك، يعني المطلقة دي مقطعة شرايين عليك وهتموت وتتجوزك. وفطريه، فطريه بدل ما السكرتيرة هي اللي تفطره ماما، ها؟ خليكي شمعة تحترق من أجل الآخرين، كانت مقولة خاطئة جداً. عارفين ليه؟ عشان الشمعة بتخلص يا جماعة. بتفضل منورة شوية حلوين بس بتخلص، وبنجيب شمعة غيرها. خليكي زي الشمس، مضيئة لنفسها ومضيئة للآخرين، بتاخد راحة 12 ساعة وترجع تاني تنور نفسها وتنور للناس. وشد الفرامل شديها انت كمان، انت كمان اتعلمي ازاي تشدي الفرامل. لو الفرامل فيها مشكله اعملي لها صيانه. الصيانه دي بتبقى صيانتي لنفسي وشكلي وجمالي واسلوبي وطريقتي وشغلي وحياتي. لما الراجل يشد الفرامل تشديها قبلي. وهو الوقت، في وقت بيقسي ووقت بينسي ووقت بيحل.